الحمد لله رب العالمين، السلام عليكم. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. هذا الاسم بأن من أسماء الله، التغلب على العدو كيفما كان. إذا اكثرت من هذا الاسم انتصار على الأعداء، وتكون بإذن الله يعني في عيون الناس عظيما بإذن الله، ويكون لك قبولة بين الناس، ويصبح الناس بإذن الله إذا اكثرت من هذا الذكر بهذا الاسم، يصبح الناس يحترمونك في العمل، في المنزل، خارج المنزل، في شيء يحترمونك الناس، وتتغلب على العدو. وكذلك فيه سر اكتشاف العلوم الحديثة أو التعلم العلوم الخفية، أو تعلم العلوم التي أنت تريدها إن شاء الله. مثلا إذا كنت مختص في شيء ما تتعلمه، ستتعلم بهذا الاسم إن شاء الله بسرعة. يعني أي ميدان كنت فيه تعمل، فهذا الاسم بإذن الله سيساعدك. ركز على هذه النقطة. يعني أي شيء كنت فيه أنت تعمل فيه، فهذا الاسم إذا اكثرت منه سترى أثر عجيب عليك في عملك بإذن الله، ويغلبك على العدو، وتصبح محبوبا عند الناس. وهو اسم الله العزيز. ستقول: لا حول ولا قوة إلا بالله العزيز. لا حول ولا قوة إلا بالله العزيز. لا حول ولا قوة إلا بالله العزيز. كثير منهم ما استطعت. وتريد عدد، كما نقول دائما 100,000 على حسب استطاعتك. إذا قلته 100 وراء كل صلاة سترى نتائجه بسرعة. إذا قلت 1000 الصبح 1000 الليل سترى نتائجه كذلك بسرعة. وأنا أنصح به 100 وراء كل صلاة. جد سهل. لا حول ولا قوة إلا بالله العزيز، 100 وراء كل صلاة. إذا لم تريد بالعدد أن تقول بالعدد بإذن الله، تكثر منه، يعني يوم كله أنت تقوله، خارج العمل، في العمل، في الشارع، في المنزل، لا حول ولا قوة إلا بالله العزيز. يكون هذا هو ذكرك، يعني ستقوله يوميا، يوما لمدة 40 يوم، سترى فيه نتائج عجيبة، خصوصا للعدو والتعلم والانتصار والمحبة وتيسير الأمور في عملك. هذا كل شيء، أتمنىكم الخير وإلى اللقاء. لا إله إلا الله، 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 لا إله إلا الله.